أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله.
والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار هو الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو هو الله الخالق الباري هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون
كيدا وأكيد كيدا فمثل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما
وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعليناه النجدين فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم.